متطورين. من وين يعني؟ متطور مستقل. طيب وانا شو اعتبر الجمعيات لكن اعطيناك الفرصه تتكلم. الله يسلمك. احنا لازم تسمعوا للجميع يعني هذا. طيب طيب. احنا كنا دائما نعاني من انفصال المسؤولين عن المجتمع المدني. طيب. او هذا الكلام اللي انتم بتقولوه يمكن دليل اخر على مدى الهوة اللي بيننا وبينكم. واحنا نتمنى انها تردم لكن لن ننتظر ان تردم. احنا مضطرين خصوصا في اوضاع الكارثه انه نتحرك. واللي حصل هو كارثه حقيقيه. انا ما ابغى اتكلم عن اضرار كلكم تعرفوها، انا بتكلم عن اضرار النفسيه لينا احنا اللي ما ضررنا. احنا اللي صعب علينا ننام، اللي صعب علينا ناكل ونشرب، واهلنا في هذه الحاله السيئه في جنوب وشرق جده، اتحركنا من اول الايام وسوينا وعملنا. فاحنا ما نحب احد يوجهنا ولا يامرنا ولا هذا الكلام. اللي يحب يتبع الورقه ويسجل اسمه وكذا اهلا وسهلا، اللي ما يحب برضه اهلا وسهلا. هذا الكلام لا نستطيع حقيقه يعني اكون صريح انه نلتزم به في هذه الظروف، خصوصا في هذه الظروف. والمجتمع المدني يجب ان يستقل عن هذه يعني الاجراءات خصوصا في الوضع الطارئ. شكرا.